كيف حدث هذا؟ سيارة تطير وتنتهي على جدار في لوس أنجلوس. إن هذه الصورة ليست مشهدا مأخوذا من فيلم أكشن. في مساء يوم الأحد تم ضبط هذه الكاديلاك الفضية متدلية من جدار شارع مزدحم في لوس أنجلوس، وقد حصلت الجهات الإعلامية على الصورة من تويتر بعد أن حملها بعض المرة. وتفيد التقارير بأن السيارة انزلقت على الجدار المنصف بعد أن فقد صاحبها التحكم، وتسمى هذه الحركة في رياضة التزلج السحن أو الشحذ. لابد أن السائق كان يحاول القيام بحركات بهلوانية، وحمدا لله لم يصب السائق ولا الراكبين بأي أذى، إلا أن هذا الشخص يبدو أنه غير مذهول. فما رأيكم أنتم؟ نرجو ترك تعليقاتكم أدناه.